اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي في الالعاب الاخرى. هنروح لكره السله رجال. انتوا عارفين طبعا ان منتخب مصر متجمع دلوقتي لكره السله، عندنا 5 لعيبه اشتركوا مع المنتخب او تم استدعائهم. المنتخب الحقيقه مسافر، هيعمل معسكر مغلق في صربيا من 13 لغايه 20 نوفمبر اللي احنا فيه، وكمان ده استعداد لايه؟ لتصفيات المنطقه الخامسه اللي هتتعمل في اسكندريه من 27 ل 29 نوفمبر القادم. في 4 لعيبه تم اختيارهم في المعسكر من 5، تم اختيار عمرو الجندي، ايهاب امين، حاتم البحيري، عمر طارق. طبعا المنتخب بيقوده الكابتن مرعي، طبعا مدير فني نادي الاتحاد السكندري. والمنتخب كان عمل يعني معسكر ليه في 6 اكتوبر، وبعد كده راح اسكندريه، وبعد كده من اسكندريه ان شاء الله هيتم السفر الى صربيا عشان المعسكر الاستعداد لتصفيات المنطقه الخامسه. طبعا انتوا عارفين المنتخب هيبقى مجموعته 4 فرق مع 3 تانيين اللي هم المغرب واوغندا والراس الاخضر، هيبقى في جوله ثانيه غير دي، وهيتاهل 3 فرق من الاربعه. فاذا ان شاء الله منتخب مصر بنسبه كبيره جدا هيتاهل ان شاء الله بكل سهوله، بس طبعا محتاجين اعداد كويس. كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر، وكل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي اللي بيمثلوا مصر دلوقتي. هنروح لكره السله سيدات. يمكن كره السله سيدات النهارده بيلعبوا هليوبلس في بطوله القاهره في صاله هليوبلس بمدينه الشروق، والماتش خلص من 6-7 دقائق وخلص بخساره النادي الاهلي 94-92. طبعا خليني بس اقول لكم ان النادي الاهلي بيغيب منه 4 لاعبات للاصابه. يمكن نور علي طلعت اللي كانت معانا من حلقتين وتعرضت لحادث شديد على الطريق الدائري وهي رايحه احد التدريبات للفريق، وهتغيب فتره يمكن 3-4 شهور لانها عملت عمليه بعد تعرضها للحادث. عندنا نادين السلعاوي عندها تاكل بالغضروف ومحتاجه فتره راحه وعلاج طبيعي. في فريده وائل اتعرضت لكسر، وفي جنه مصطفى ايضا في يعني اشتباه في كسر في الوجه، لان طبعا كان في كره مشتركه جامده ودي كره السله. ومع ذلك النهارده خسرنا فرق باسكت. هنروح لماتش فيصل عشان لان الماتش الاول احنا كسبنا، الماتش الثاني هم اللي كسبوا او هليوبلس كسب، ففي محتاجين ماتش ثالث عشان نحدد مين اللي هيتاهل. كل التوفيق طبعا للكابتن علي هاشم المدير الفني واللاعبات في الفتره القادمه ان شاء الله.